من شرم الشيخ، ويعني طبعا سعيده بالكم الكبير من النجوم سفراء الفن في الوطن العربي، فنانين مصر اللي بيحبوا مصر واللي دايما يعني اي حد بيطلب منهم اي حاجه لمصر ما بيتاخروش، عندهم شغل، عندهم سفر، عندهم بيوتهم، ولادهم، لكن مصر دايما بتكون هي في المقدمه. سعيده بوجودكم طبعا، وطبعا سيده المسرح العربي والفنانه العظيمه الكبيره الاستاذه سميحه ايوب اللي منورانا النهارده، وبنحس بدفء كده في وجودك زي دفء جو شرم الشيخ. يا اهلا بيكي. انك تشبهيني بشرم الشيخ ده حاجه عظيمه جدا جدا. انت احلى من شرم بقى يعني لو جينا للحق يعني. الحقيقه انتوا اللي منورين، وشرم الشيخ حتى انها طول عمرها شرم الشيخ البلد الجميلة اللي بيقصدها كل إنسان في العالم نفسه يشوفها. فبصرف النظر عن الحصار، بصرف النظر عن الادعاءات اللي بتتقال علينا، لكن كلنا في الهم شرقه. يعني كل البلاد دلوقتي اطالت بالارهابيين، فما عادش ان في مصر في طياره ووقعت وحصل كذا وكذا، لا ده في كل البلاد دلوقتي في اللحظه الانيه في كل البلاد حاصل ده. فاحنا بدل ما نقعد نجعجع ونتكلم كدول، لا احنا نشوف صرفه ان احنا نتخلص من الارهاب ده. ما نحطش يعني همنا على هم ناس تانيين ونقول لا ده في اهمال هنا وفي اهمال هنا. اتضح ان المساله كلها عامه، وفي 24 ساعه الدنيا اتقلبت كلها. فلازم نحط قصاد نصب عينينا ان احنا نتخلص من الارهاب، وان احنا ننقذ بلادنا كلها من الشر اللي هجم عليها الهجمه الشرسه دي. يعني طبعا انا عايزه برضو منكم كلكم اعرف اول ما الدعوه وجهت ليكم من طبعاً. ياسر رزق واخبار اليوم، كل واحد يعني لقيت المره دي في الكل جاي، يعني كلنا جايين. دي مصر تنادينا، ومصر دي احنا مصر، احنا اللي بنعبر عن كل حاجه، احنا اللي البلد دي اويانا، احنا اللي البلد دي بنحبها. لكن انا اخذ على البعض ان هو بيتقول تأولات بايخه ونرددها بلا تفكير. لا احنا لازم نحب بعض ونخاف على بلدنا. كلمه نحب بعض دي انا بقت بتستفزني، لان الحب ده لازم يكون مش بالامر، الحب ده بيبقى نابع من النفس. فلازم نحب بلدنا علشان نحب نفسنا. إيهاب، أنا عايز أعرف دور النقابة برضو هنا مع محافظ شرم، مع أخبار اليوم، في مجموعة كبيرة من النقابة موجودة، فدور النقابة، نقابة الفنانين طبعا. دور النقابة المهنية التمثيلية هي جزء من المجتمع المصري، أكيد بيشكل وجدان كبير للشعب المصري. إحنا بزمايلنا وبأساتذتنا هم اللي بيدونا قيمة، هم اللي بيدوا النقابة قيمة، وجودهم معانا دايما هو اللي بيدي العمل النقابي. إحنا الحقيقة إحنا من أول يوم حصل موضوع شرم ده عمالين نفكر ممكن نحل إيه. طبعا كل زملائنا وكل الأساتذة النجوم، الحقيقة ما فيش حد بيبخل بأي شيء. زي ما بتقولي حضرتك، زي ما شايفين كل الأساتذة موجودين معانا، ما اعتقدش الاسماء دي ممكن تتجمع في اي شيء غير حب مصر. يمكن مش هنتجمع في اي حدث تاني، لكن ان شاء الله يعني حب مصر عموما يعني في طبعا. لكن احنا نتمنى طبعا زي ما احنا بنقول، هي محنه، وانا قلت لحضرتك امبارح هي محنه وهتعدي. ومصر اتعرضت لحاجات اكتر من كده واكبر من كده، وفي الاقصر سنه 97 لما قالوا ان ما فيش سياحه تاني طلعت سياحه تاني، وفي برضه بعد الثوره قالوا ما فيش سياحه تاني وقامت سياحه تاني. احنا لازم نعرف ان احنا هنفضل مستهدفين النهارده وبكره وبعد سنه وبعد 10 وبعد 40. لازم نحاول وكلنا على كلمه رجل واحد، ونحب مصر اكتر بينا وبفنانينا، واحنا زي ما بيقولوا القوه الناعمه. هنفضل طول عمرنا قوة ناعمة، وطول ما معانا اساتذه كبار زي مدام سميحه وزي كل الزملاء الموجودين، استاذ عادل امام، استاذ عايزه تلاقي، مدام صابرين، مدام الهام، مدام هاله، كل من معنا عشان ما ننساش اي حد. هتفضل مصر بخير، وهيبدا الفن المصري بخير. ونتمنى يا رب زي ما بتقولي الفتره اللي جايه بقى نبقى بنحتفل ان مصر دي مليانه سياحه ومليانه خير ان شاء الله. ومنادي على الصعيدي وبناخد البورسعيدي والشباب الاسكندراني، لما اجري لمه رجال وانا هاجي مع السهاجي والايراني.
امبارح كان في حوار مفتوح مع الاستاذ ياسر رزق، وكان في نقاش كبير جدا معاكم. عايز اعرف شايفين الوضع ازاي بعد النقاش ده، وايه الهدف الاساسي او دوركم الاساسي بعد الزياره دي؟ عايزين ايه النتائج اللي تطلع؟ انا عايزه اقول من خلال وجودي في شرم الشيخ ان انا ببعت رساله حب وسلام للعالم كله. الارهاب بقى موجود في كل الدنيا، بنصحى كل يوم الصبح نفتح الاخبار نلاقي ارهابيين ومقاومه للارهاب. انا نفسي يبقى فيه فعلا حوار يعني يتناقش فيه هذه المشاكل بشكل منطقي وبشكل موضوعي في العالم كله، يعني يتجمعوا. المسألة مش ان انا ازاي اقتل ارهابي لان الارهابي ده قتل، هيفضل الدم مستمر. الارهابي ده في النهاية هو شخص يائس، عايزين ما يبقاش فيه ناس يائسة، عايزين ننمي روح الانتماء. كل واحد يبقى عنده انتماء لبلده، كل واحد يبقى عنده حد ادنى لحياة كريمة يقدر يعيشها، عشان ما يوصلش لمرحلة اليأس اللي هو يقتل الناس وما عندوش مانع ان هو كمان يتقتل، ما عندوش مانع ان هو يموت، هو رايح يموت ولا رايح يفجر نفسه. لان المسألة بتزيد بتزيد وبتتفاقم، بقت موجودة كتير، والاحداث حوالينا بقت في كل مكان. انا الحقيقة في حالة حزن شديد للي بيحصل في سوريا، للي بيحصل في ليبيا، للي بيحصل في العراق، للي بيحصل في اليمن، للي بيحصل في لبنان، في فرنسا. يعني المسألة مش في مصر بس، ده احنا مصر الحمد لله ربنا حميها، يمكن أقل بلد بتطولها إيد الإرهاب. لكن في النهاية بنقول الحياة لازم تستمر، وربنا جميل وبيحب الجمال، واحنا بلدنا جميلة وشرم الشيخ جميلة، وبندعو الناس ان هم ييجوا ويستمتعوا ويبقى في حب ويبقى في سلام في العالم كله، نستمتع بحياتنا ونفكر في مستقبلنا وفي مستقبل ولادنا ونشوف بكرة احسن. يعني انا نفسي يبقى في رن التفاؤل وامل في بكرة، ان اللي جاي حلو، بس يبقى فيه حب وسلام في العالم كله. يا رب ان شاء الله. هلا ليكي اصدقاء عايشين في شرم وليهم شغل هنا وحياه، وفي ناس في الغطس وفي مشاريع وفي عندهم كرة، شايفه هم عايزين ايه دلوقتي؟ لان انت الفتره اللي فاتت دي كنت من اكتر الناس اللي متواجده في شرم قبل الحدث واثناء الحدث وفي كل المسيرات اللي حصلت، وقاعده برضو مكمله في شرم، وعندك اصدقاء كتير في كل المجالات اللي موجوده في شرم، سواء تحت المية أو في الأسواق التجارية أو في المجال السياحي. بصي، طبيعة الناس هنا زي ما يقولوا اتعودوا، يعني احنا قلقانين، هم مش قلقانين. هي بيقولك شهرين ثلاثة بس احنا هندخل على موسم الاجازات واحنا مستنين المصريين، حرام جالهم في عز السيزون. والعرب ان شاء الله اخواتنا العرب، يعني احنا ساعة الا ربع من السعودية تبقي انتي هنا في شرم، لبنان، يعني كل، يعني احنا، انا عايزه اقول ان احنا مش عايزين نستسلم، ان احنا السياحه اتضربت، لا ما اتضربتش، البلد مفتوحه، كل الشواطئ دي شايفه الناس نازله على البحر، في حياه، في اجانب رفضوا يسافروا، رفضوا، وفي اجانب كتير عايشين هنا وبيقولوا اللي حصل ده عبط طبعا. وانا حزينه الحقيقه قوي انه طريقه ان هم يعني مشوا الناس من الاوتيل. يعني انا اليوم اللي انا سافرت فيه 20,000 انجليزي وروسي مشيوا في يوم واحد، يعني كان الاتوبيسات والشنط لا تسافر لوحدها، وهم يعني هم عملوا لهم حاله من الرعب والفزع ملهاش، حتى لو هو بس انت، لانه في ناس معها اطفال. المهم انا اللي يهمني ان شرم مفتوحه وجميله، شرم فيها اكبر بحيره داخله موسوعه جينيس في العالم، بتتعمل في نبأ، في مليون مشروع، الاطفال عندهم دولفين شو، دولفين تحفه، وفي اكوا، وفي يعني الجو زي ما انتم شايفين مساعد ازاي، انه مش عارفه كلكم شاتين ازاي، يعني الله يكون في عونكم. صيف صيف
الثلج ففاكره ان هاجي على التلج. لا صيف صيف و الساحل الشمالي نطلع مارينا بقى. ان شاء الله. فلا انا بقول ان شرم مش هيحصل لها حاجه، وكمان بنادي ان الناس تبتدي تروح الاقصر واسوان، والاسعار الاسعار حقيقي بقت اقل من انك تروحي حته في القاهره او اي اوتيل في القاهره. لا الاسعار هنا في كله يعني كله منزل الاسعار، فان شاء الله لازم يجوا على الاعياد واجازات نص السنه ويروحوا الاقصر واسوان وياخدوا كروز ونبتدي. انت كمواطن مصري انت محتاج انك انت تعمل تجديد لنفسك علشان تعرف تشتغل وتكمل ولاطفالك، واللي معاهم فلوس قليله في اماكن على قد فلوسك، المهم انك انت تعرف تستمتع. لكن اللي بيحصل ده كله يعني لفت انتباهي واحنا في باريس، ان سيده محجبه داخله مكان قالوا لها اقلعي الحجاب وما تخشيش، وبقى في اضطهاد للطرحه طبعا. فالاضطهاد يعني صوره الاسلام بقى وصوره الحجاب دلوقتي، وانت طبعا حاطه الحجاب وده شايفه ازاي اللي بيحصل للمراه المسلمه دلوقتي. لا شوفي هقول لك على حاجه، هو في منطقه واحده اول ما تتكلمي عربي ممكن يبقوا وفي يعني وصلت للمرحله دي، ما بقاش بقى محجبه بس، بقت اي يعني اي واحده بتتكلم عربي او دي جنسيتها يشوفوا الباسبور، بقت في يعني على طول اتهامات يعني. فطبعا اكتر طبعا المحجبه، انما اللي انا عايزه اقوله بقى معلش هرجع تاني بس قبل ما اكلمك عن موضوع الاسلام، لان الاسلام اساسا واليهوديه والمسيحيه براءه براءة براءة من أي دم لإنسان على الوطن يعني على العالم كله أو على الكرة الأرضية إنه دمه يسيل في عملية إرهابية. يعني مالوش هم دخلوا الإسلام وعملياته بتحاك مؤامرات عالمية دولية ضد الوحدة الوطنية العربية والمنطقة العربية والشرق الأوسط والإسلام وأخلاقيات الإسلام والناس اللي بقوا يخشوا في الإسلام في الفترة الأخيرة بشكل كبير. فالمسألة كانت مؤامرة كبيرة ضد الوطن العربي كله بخيراته بقى باللي موجود فيه بالترول يعني كل الحاجات دي. لكن هاجي في الاخر خالص اقولك بالنسبة لهالة لما كانت بتتكلم على الاقوى مش عارف ايه، خلي بالك يا بوسي في مجتمعات في مصر، يعني دلوقتي بتكلم يعني دايركت وزير التربية والتعليم، مش موضوع التعليم يا ماما سميحة ان احنا نعلم العيال الخطاب الديني بس او تعليم لغة عربية بس، لا التعليم يعني انا اعمل بروتوكول مع وزارة السياحة اني اجيب الاطفال الصغيرين اللي ما يعرفوش يعني ايه اقوى ولا يعرفوا يعني ايه دولفين ولا يعرفوا، مجرد ما يشوف التلفزيون بيحس ان هم في عالم تاني، في عدم انتماء. يعني يمكن احنا كان حظنا حلو شويه ان احنا اهالينا كانوا ممكن يجيبونا ودونا الساحل ودونا اسكندريه، كان بالنسبه لنا اسكندريه يا صابرين عايزه اقول لك المدارس الحكوميه زمان كانت بتطلع رحلات الاقصر واسوان وكانت بتطلع الاسماعيليه والسويس قبل شرم وكده، ما يبقى موجود يا بوسي انا لسه هكلمه، وكان اللي هم الغلابه. رحت الهرم انا رحت الهرم ودخلت الاهرامات وانا في سته ابتدائي، فبقى عندي انتماء ان جدودي موجودين هنا، فبقى عندي انتماء ان اخاف عليه. دلوقتي المسألة ما ينفعش تبقى يعني نظري، لازم تبقى عملي، يعني لازم يحصل بروتوكول للمدارس الفقيرة جدا والعيال اللي في العشوائيات، وان هم ييجوا ويشوفوا الحتة دي ان شاء الله حتى ينزلوا في اماكن مختلفة، بس تبقى في وعي وفي انتماء وفي البلد دي بتقول ايه. في ناس دلوقتي قاعدين بيتفرجوا علينا مش عارفين احنا بنتكلم على ايه. يعني المحطات الفضائية مع احترامي انتوا بتعملوا برامج هلس كتير، بتعملوا غنى ورقص كتير، وبتعملوا حاجات مالهاش علاقة بالمجتمع المصري كتير لمجرد جلب الاعلانات، لكن لما وكلهم يقولوا مصر واحنا وراكم واحنا حاجات زي كده، لما تيجي الحاجة وطنية مهمة ثقافة لشعبك يعني، طب حتى لو انت مش هتكسب منه يا سيدي بس اتلي على اقل انت بتفيد المجتمع بتاعك، ودي واجباتك كقناة فضائية. لا ولهذه الدولة بس معلش برضو انا هقول جملة اعتراضية، احنا عندنا في قناة النهار عندنا برنامج اسمه مصر تستطيع،
لكل رمز مصري نجح ووصل لأعلى درجات النجاح في جميع أنحاء العالم. هما ده قدوة للشباب، ده قدوة بس برضو ده يعني برضو ده لا البرنامج ده بيجيب فلوس ولا بيجيب إعلانات، ولكن مصرين على تقديمه إن إحنا بندي هدف لواحد ممكن يكون خرج من بيت فقير جدا، وكان يعني ما تسمعي العمالقة اللي اخترعوا الطاقة الشمسية في ألمانيا والمصريين، فبيدي أمل للشباب. فهو برضو سبوت يا بوسي معلوش سبوت، يعني ما بناخدش النموذج ده ندرسه للطلبة، ما بنعملش يعني احنا بنحر السنة ما بنقولهمش شفتوا السنة دي ميزتوا بيه. زائد كمان في شرم الشيخ فيها حاجة مش موجودة في العالم، حاجة اسمها انكلودنج، يعني بتيجي تقعدي، يعني ايه انكلودنج؟ يعني بتقعدي في اوتيل محترم جدا، تاكلي 5 وجبات وسناكس وتشربي اللي انت عايزاه، وكل ده لازم الناس يعرفوا في وعي زي كده. فنناشد وزير الطيران، يا سياده الوزير الطيران خفض الطيران وسعر التذكره، خفضها اوريدي بس مش كتير برضه احنا عندنا كارثه. يعني موضوع الطيران ده ملف كبير جدا، لان للاسف الشديد، ويمكن رجال السياحه والطيران فاهمين ده، ان كل الطيارات اللي بتيجي من اوروبا لازم بتعدي على تركيا، بيحطوا بقى مليون علامة استفهام اتفاقيات، لكن تركيا لازم بتيجي بتمص دم السايح وبعدين ترمولك في الاخر، بيروح على اسرائيل الاول وبيجيلك بربع ازازة مية، فبيدوكي البواقي. كمان عايزة منكم حاجة برضو، عايزة الفن يبقى له دور، زي ما قال برضو قالوا امبارح ان مثلا مش ان اللي عمل مرسى مطروح اغنية ليلى مراد بحب اتنين سوا، انا عايزة مسلسلات كل جاية تطلبوا ان يبقى فيه في الاماكن الحلوة في مصر. عايزة مدام سميحة، عندنا مسرح رهيب هنا عامله مخرج برضو زميل وشاكر عبد اللطيف، مسرح مهول تدعو ان انت سيدة المسرح العربي. لا، واحنا دلوقتي الناس عايزة تشوف مسرح، في اقبال، يعني شوفي يحيى الفخراني، محمد رمضان، كلهم عاملين مسرحيات، احمد بدير كومبلي، الناس بقت دلوقتي عايزة تشوف مسرح. لازم تعملي دعوة لمسرح هنا، المسرحيات تعملوا مسرحيات هنا، تيجي السيزون ده تتعرض وتتصور ان شاء الله. بس ربنا يرزقنا بمؤلف يعمل مسرحية تليق بالمكان، ما هو انت برضه تعملي مسرحيه تليق بالمكان علشان تعملي عمليه الجذب، فده ان شاء الله ان شاء الله في الحسبان. يعني ان شاء الله في داخلين اعمال هتقولوا لمنتجينكم، الهام انت بتنتجي، فانت مش هتقولي للمنتجين تعدي بيه هنا على طول يعني. انا والله نفسي اصور في كل مكان جميل في مصر، في شرم الشيخ والغردقه والساحل الشمالي واسكندريه والعين السخنه والاقصر واسوان، احنا عندنا وسيوة. سيوة يا جماعة منسية، سيوة دي منسية، سيوة بس سيوة عندك المسلسل هيتعمل فيها، لا اتلغى، لا ما اتلغاش، اتأجل ان شاء الله. عندك سيوة، عندك الوادي الجديد، انت عندك الوادي الجديد دي تلات ارباع مساحة مصر، محافظة الوادي الجديد دي فيها تلات ارباع مساحة مصر، تلات ارباع مساحة مصر دي فيها كم آثار وكم سياحة غير طبيعية. وبرضو التخطيط الدولة الجديد انه تتقسم المحافظات بشكل عرضي مش طولي، ده يفيد كل المحافظات، لان دي كلها هتبقى على البحر الاحمر وبتدخلي على السياحة، فهيشغلوا كل الناس، هتبقى كل محافظات مصر ان شاء الله محافظات سياحية، ده مهم جدا. لكن على التجربة دي يا بوسي، انا كان في مسلسل وكان في رحلة قلت لهم بلاش شرم الشيخ كل مرة، تعالوا نروح لأقصر وأسوان، لان الأقصر وأسوان أسوان بتحتضر بقالها 4 سنين حقيقي، يعني الناس بياكلوا طوب بجد.
فالمنتج قال لي اخدني على قد عقلي وقال لي اه طبعا ان شاء الله، وبعدين رجع قال طب نخليها الغردقه، طب هو بيدور على الارخص ايه، وبعدين في الاخر بقت في مدينه الانتاج الاعلامي. تخيلي بقى لو كل حاجه ببلاش بقى، وده هو ده ليه بقى؟ لان انت عشان تاخدي تصريح تصوري في الكرنك عذاب، لان انا جربت ده عذاب. علشان تاخدي ده احنا قلنا نعمل حفله في اسكندريه على المسرح الروماني في اسكندريه عشان الناس، عشان السياحه دلوقتي كل الوزراء هناك نقعد معاهم دلوقتي ونبلغهم، تبلغوه يعني بيحصل مؤتمرات وبيحصل توجيهات وما بتنفذش. كل واحد يطلع في المؤتمر عايز يقول انا، فبيستعرض لكن يعني بالهمه اللي بيخطب بيها ما بيعملش شغله. لا بس الكلام ده اتغير يا جماعه، وانا شايفه ان بلدنا بدات تتغير وتتطور، وبدا يبقى فيه مفاهيم مختلفه. يعني بعد الثورات وبعد ما جه الرئيس السيسي انا شايفه ان في حاجات بتتغير في البلد. طبعا مش هتتغير في يوم وليله، احنا مستعجلين، احنا عايزين حاجات كتير لان البلد كانت محتاجه حاجات كتير. لكن هلا كانت لسه بتحكي في شبكه طرق، في تغيير في حاجات كتير. يعني احنا شايفين ولامسين ده ان في جهد من الحكومه. عايزين بقى الاتجاه الموازي، يعني الرئيس بيشتغل في اتجاه، الفنانين يشتغلوا في اتجاه، التعليم يشتغل في اتجاه. في عدم توعيه، احنا ما بنبصش غير للسلبيات. يعني شبكه الطرق اللي قالت محدش نزل صورها، محدش نزل ولا اتكلم عنها، لكن احنا بنحسها واحنا رايحين. الله ايه الجمال ده، اتعمل امتى ده، واتعمل بسرعه واتعمل كما يجب ان يكون. محدش بيتكلم عن شبكه الطرق، محدش بيتكلم عن الانجازات. زي ما هلا قالت غير النبره بتاعته، انه يفضل في ياس ويفضل معترض ويفضل شايف سلبيات بس. مش بقول الهام الاعلام، مش برضو الاعلام، لا السيد الرئيس بيعمل في صمت زي ما هاله قالت، بس ما فيش الدور التفعيلي اللي في ظهره. فعشان يلم الحليف الشعبي ويحس الشعب هو بيعمل ايه، ده للاسف مش موجود. هو بس احنا التفعيلين. يعني طبعا علشان الميعاد جه ولازم تقوموا، انا بشكركم جدا على حماسكم وارائكم. اتمنى المسؤولين يكونوا سامعيننا، اللي يقدر ينفذ اي فكره من الافكار اللي قلناها ونلاقي فيه انجازات. انا واحده من الاعلام، انا ما بصورش غير الحاجات الايجابيه في بلدي، وهفضل اصور كل شيء ايجابي في ارض مصر كلها، سواء في الاقصر، في اسوان، في الجونه، في الساحل الشمالي. انا دايما ببحث على كل حاجة جميلة في مصر وبحاول أنقلها للعالم كله اللي بيشوفنا من خلال قنوات النهار. دوركم أنتوا كفنانين أيضا من خلال أعمالكم، في انتظار المسلسلات وأيضا المسرح وأيضا المطربين اللي معانا هنناشدهم بحفلات. وبقول لهاني شاكر، هو النقيب دلوقتي، لازم يكتر من الحفلات الغنائية. وبطلب وزير الثقافة أن لازم يهتم بال القصور الثقافه اللي قفلت ترجع تتفتح تاني، ووزير الطيران يخفض التذاكر، ووزير السياحه يقعد مع الفنانين، يبقى في تنسيق بينه وبينهم. حماسكم، شكرا محافظ شرم الشيخ، محافظ جنوب سيناء، شكرا رزق انه اتاح النهارده فرصه للتجمع الكبير ده، وهنقوم قنوات النهار حصريا شرم الشيخ، وننتقل لمكان آخر. مرة دعم سياحة وزير كل المشاكل تصب على وزير السياحة، صار ليهم